تجربة المجال المغناطيسي. هندخل مجال عشان برضو نقيس الدي برضو الانحراف زي كل مرة زي الطيارة، بس المرة دي هنقيسه عشان ندخل مجال. هنجيب ملف، الملف هنحطه بس جنب الأنبوبة، بس مفيش أي وصلة بيه بالأنبوبة. عشان نوصل للملف ده طيار استخدمنا بطارية تمام وأميتر. الأميتر بس فايدته هنا ايه؟ ان القراية عليها تبقى اسهل بالارقام، بس هو ده فايدته عشان نشوف الارقام بس من عليه بدل ما نشوفها من هنا على المؤشر. احنا عايزين نعين ايه هنا؟ عايزين نعين ان على ال. ان على ال دي بتساوي ايه؟ بتساوي الميل في 2 ام في على ام نود في اي ال تربيع. ال عندنا ب 10 سنتي والام نود ثابته برضو، والام اللي هي كتله الالكترون ثابته، كلها ارقام ثابته عندنا. الفي اللي بنعينها من اول تجربه بس، يبقى احنا فاضل لنا برضو الميل والاي برضو ثابته، والاي ثابته والاي الشحنه ثابته، كل دي ارقام ثابته عندنا. طيب هنيجي بقى للميل. الميل بيساوي ايه؟ هتبقى علاقه بين اي ودي، علاقه بين التيار والانحراف. هناك كان فرق الجهد والدي برضو، هنا تيار وفرق جهد، هنا تيار والدي برضو، هناك كان فرق جهد هنا تيار بس. هنستخدم قلنا في التجربة دي بطارية وأميتر وملف. هنوصل الموجب من البطارية، الموجب من البطارية بطرف من طرف الملف تمام. يبقى الموجب من البطارية بطرف من الملف. طب والسالب من البطارية بالكم في الأميتر، السالب من البطارية بالكم في الأميتر أهو تمام. طيب وهنوصل الملي أمبير في الأميتر بطرف الثاني من الملف، من الامبير بالملف تمام كده. ماشي. هنظبط بقى هنا الاميتر على 200. هو المفروض يتفتح هنا مش شغال ايه؟ ماشي 200 ملي ملي امبير، المفروض على 200 ملي امبير. فين 200 ملي امبير؟ فين 200 ملي امبير؟ لا 200 هو المفروض الامبير، ال 200 دي 200 دي. ماشي تمام. يبقى ظبطناه على الامبير تمام. الامبير هنظبطه على ال 200 ملي تمام. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنشغل بقى البطاريه وهنظبطه على المره دي الملي امبير مش الفولت زي المره اللي فاتت تمام. هنبتدي نلعب هنا في المؤشر. قبليها هنشوف نقطتنا، المفروض في نقطه يعني فين مكان فين مكانها بالظبط؟ نقطة الأصل. نقطة الأصل. تمام. وقت ما كان الفولت هنا عندنا، وقت ما كان التيار عندنا على صفر، هنشوف نقطة الأصل هنا فين. تمام؟ ونحدد مكانها. هنبتدي بقى نعمل بالمؤشر. المفروض بنقرا بقى من هنا 2 مثلا. لو أنت هتعمل قرايتك الأي ب2. تمام؟ الأي؟ الأي المفروض تبقى هنا، أما تعمل كده هنا تظبطها مثلا على 2. تمام يعني هغير هنا غير المؤشر هنا اقراه هنا. المره اللي فاتت كنا بنغير المؤشر وبنقرا هنا، المره دي جبناه دوت عشان تبقى القرايه واضحه اكتر. يعني انا هغير هنا واشوف القرايه هنا. مش هشوفها زي المره اللي فاتت على التدريج ده، هنشوفها في مش عارفه بقى ايه عملتها دي. مش هجرب. يبقى هنغير المؤشر ونشوف القرايه هنا، القرايه اللي انت عايزها بقى اي قرايه انت عايزها، 2 مثلا 4، انت تبتدي تشوف انت هتكتب ايه. ودوت ايه نظام؟ واجي بقى هنا هتبقى النقطه اتحركت. النقطه المفروض بتتحرك وبتطلع شويه، تقيس الدي برضه زي المره اللي فاتت بالظبط. من نقطه الاصل المكان اللي اتحركت له الدي تمام. ماشي. ونغير تاني مثلا تعمل قرايه 4، انت عايز تظبطها على 4 تمام، وتقيس هنا برضو من نقطه الاصل للدي اللي طلعت، بس هي هتبقى العلاقه بين الاي اللي هنا والدي اللي هنا، وتجيب الميل وترسم رسمتك وتجيب الميل وتعوض بالقانون تمام. تمام وقف بقى كده عشان تفتكر بس تجربه المجال المغناطيسي فيه تحويلات. الميل اول ما تطلعه تمشي بالارقام اللي انت مطلعها من الاميتر والدي هنا عادي جدا بالسنتيمتر وبالملي امبير. اول ورسم ورسم الرسمه بتاعتك عادي جدا. اول ما تطلع الميل اضربه في 10 اس سالب 2 على 10 اس سالب 3، دي اول تحويله. ثاني تحويله لما تيجي تعوض في القانون الاصلي، ال اللي كانت ب 10 سم في التجربه اللي فاتت هنا هتحولها لمتر، هتبقى 1 من 10 متر. بس هي دي التحويلات اللي عندك في التجربه دي تمام.